يعني نتكلم على مباراة الأهلي النهاردة، ويمكن هقول الخبر وهنتكلم في من ضمن الخبر على شكل المباراة النهاردة بالنسبة للنادي الأهلي في أولى مبارياته بعد كورونا. الأهلي طبعا بيعزز صدارته لقمة الدوري بثنائية لهاني محمد هاني ومعلول في إنبي، يمكن مباراة طبعا إلى حد ما زي ما بقول لكم الدوري الممتاز مش هتلاقوه داخل بقوة. شفنا مباراة الزمالك والمصري، شفنا مصر مقصة النهاردة بيفوز على أسوان، برضو الأمور مش بنفس قوة الدوري زي ما كنا متوقعينه بعد العودة. وده وضع طبيعي، انت تعتبره او الناس وهي بتتفرج تعتبره دوري بيبتدي من اول وجديد، فالجزء الفني هيعلى مباراة تلو ومباراة، ده النقطة المهمة. لكن النقطة النهاردة ان النادي الاهلي يمكن كنا قلنا تشكيل امبارح وشكل تشكيل مع كابتن احمد سامي، يمكن النهارده ابتدى بيه مستر فايلر، وابتدى النهارده بمحمد الشناوي وعلي معلول وايمن اشرف ومحمود متولي ومحمد هاني، دول في خط الظهر، وعمرو السوليه واليو ديانج في خط الوسط، ومعاهم جانير اجايه ومجدي قفشه وجيرالدو في الامام وراس حربه مروان محسن. ده الشكل. طبعا غياب وليد سليمان ونزوله في الدقائق اللي ممكن تعتبر اخيره الى حد ما، طبعا احنا قلناها امبارح اكدنا الجزئيه دي بشكل كبير ان وليد سليمان ممكن ما يشاركش من البدايه. ده التشكيل قدام حضراتكم على الشاشه. طبعا النادي الاهلي الى حد ما كان مسيطر بشكل كبير على المباراه، والغريب النهارده ان الطرفي الظهير او الباكات الخاصه بالنادي الاهلي سواء علي معلول او محمد هاني هم اللي بيحرزوا الاهداف وليس المهاجمين. يعني طبعا في وقت من الاوقات كنا بنشوف علي معلول هو هداف الفريق، يعني خلي بالكم السنه اللي فاتت علي معلول كان من هدافين الفريق، النهارده محمد هاني هو اللي بيفتتح الاهداف ثم علي معلول بيرد عليه في الدقيقه 95. حاجه كويسه، خلي بالكم اما بنلاقي المدافعين بيجيبوا اهداف زي شفنا برضو محمود علاء في الزمالك، بنشوف النهارده محمد هاني باك رايت النادي الاهلي، علي معلول باك ليفت النادي الاهلي، هم اللي بيجيبوا اهداف. ده انا بشوفه انه جزء هجومي مميز بالنسبه للاعيبي خط الظهر، وده شيء انا بشوفه ايجابي. لكن خليني اقول لكم ان المباراه كانت الى حد ما متوسطه المستوى، الامور بشكل كبير يعني ماشيه، كان الخوف طبعا من الاصابات ده موجود عند اللاعبين. خلي بالكم النادي الاهلي بيلعب ببعض اللاعبين بحذر شديد في فكره عدم الاصابات مره اخرى. احنا شفنا النهارده اشتراك حمدي فتحي برضو، دي حاجه جميله بعد فتره طويله من الاصابه لما كان مع المنتخب، دي برضو بترجع قوة ضربة في وسط الملعب بالنسبة للنادي الأهلي. استفادات كتير جدا من هذه المباراة بالنسبة للنادي الأهلي للاستعداد زي ما بقول لكم للدوري، دوري أبطال أفريقيا اللي إن شاء الله هيكون إن شاء الله في شهر 9. لكن الفكرة النهاردة إن أنت كنادي أهلي بيتصدر البطولة وبيبتعد بالصدارة، وطبعا حصوله على اللقب ال 42 ده الهدف، بالإضافة طبعا زي ما قلت لكم للاستعداد الخاص بدوري أبطال أفريقيا. يعني محمد هاني جاب الجون في الدقيقة 64 وعلي معلول في الدقيقة 95. تم طبعا تغييرات او كان في تغييرات بالنسبة لنزول اليو باجي بدل من مروان محسن، ونزول حمدي فتحي في الدقيقة 59 بدل من اليو ديانج، وفي الدقيقة 73 ايضا وليد سليمان بدلا من جيرالدو. يمكن ايضا تعرفين طبعا ان الاتحاد المصري او الاتحاد الدولي سمح للأندية بخمس تغييرات، النهارده برضو كان التغيير الرابع، وده يمكن شو اول مره نشوفه مع النادي الاهلي انه غير اربع تغييرات، نزول ايضا محمود وحيد بدلا من مجدي قفشه في الدقيقه 85. تشكيله انبي كانت التالي لو هي معانا برضو على الشاشه، كان كابتن حلمي طولان ابتدى بمحمود جاد، حارس مميز على فكره وانا بشوفه من الحراس المميزين اللي هيبقى متواجد بقوه في الدوري الممتاز وفي نفس الوقت في منتخبات مصر. كريم فؤاد ورامي صبري واسامه جلال وعلي فوزي في خط الظهر، عبد الرحمن عماد واحمد العجوز وعبد الرحمن عامر، وقدامهم محمد بسوني وعمرو ناصر واحمد علي. يمكن زي ما قلت لكم النادي الاهلي هو اللي كان مسيطر بشكل كبير، لكن زي ما بقول لكم التجربه بالنسبه للنادي الاهلي النهارده هو بعض اللاعبين اللي بقى لهم فتره زي محمود وحيد وحمدي فتحي، وجودهم ده شيء مميز جدا، لكن علامه الاستفهام وده اللي انا يعني وصل لي من خلال عدم مشاركة وليد سليمان ان مستر فايلر من ساعة ما رجع وهو مش مهتم بشكل كبير باشراك وليد سليمان في التدريبات بشكل يعتمد عليه داخل الملعب. النهاردة بتشوف جيرالدو بيلعب على حساب وليد سليمان، يعني بالرغم ان انت النادي الاهلي والكلام على جيرالدو ان هو هيمشي، فبالتالي الاولى
كان اشراك وليد سليمان وتجهيزه لدوري ابطال افريقيا. هل مستر فايلر بيشايف ان الفتره دي وليد سليمان ما بتمرنش كويس؟ هل في مشكله؟ لكن في الاخر وليد سليمان دايما ورقه رابحه للنادي الاهلي في توقيت مميز، دايما بينزل، دايما بيحرز اهداف، ليه السبق دايما في اي هدف بيخلي النادي الاهلي يكسب. فبالتالي هي بس علامه استفهام النهارده بالنسبه لمستر فايلر وعدم اشراكه لوليد سليمان منذ البدايه، واشراك من البدايه لجيراردو اللي النادي الاهلي بيدور له على عرض خارجي بحيث ان هو يفضي مكان لاي لاعب اجنبي، سواء وليد ازار وعودته او فيرويد يجيبه اجنبي للنادي الاهلي. فبالتالي الفتره الجايه هنشوف وليد سليمان هيبقى الموضوع معاه عامل ازاي مع مستر فايلر. ايضا ايمن اشرف من يمكن من خسائر النادي الاهلي النهارده ان ايمن اشرف مش هيكون موجود في مباراه الانتاج الحربي لحصوله على الانذار الثالث. يعني ايمن اشرف واحد من اللعيبه المميزه في ظل طبعا المشاكل اللي في قلب دفاع النادي الاهلي من غيابات في اصابات، سواء ياسر ابراهيم، سواء سعد سمير، رامي ربيعه، النهارده محمود متولي يعني موجود بقوه، لكن اللعيبه نفسها اللي في المركز ده عدد اصابات كتير او وقف بشكل كبير في العدد مش موجودين. فبالتالي اللعيبه نفسها او النادي الاهلي بيفقد لعيبه مميزه فيه.